في محل سهران او محل مع اصحاب البيت سهرانين وهيك، وبعدين بشوف حالي لقي حالي بسياره او سياره او اتربيع، يعني مش انا سايق بس انا مع الشخص اللي سايق، ويكون في عطل عتمه على الطريق، في سيارات جايين هيك ما في سيارات رايحين هيك، وبعدين بحس حالي نازل 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 هيك في محل، كل مره زدت الحلم بوقع عن اذان بوقع هيك عم بربط باجري على التخت. هذا الحلم يعني حتى هون صار غير ما حلمته مره. عم بقشط وما بعرف لوين. خيفين؟ اكيد. ليه؟ لأن ما بعرف لوين رايح. ليه ما بتعرف لوين رايح؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. هل الشعور إنه ما بتعرف لمن رايح كثير بخوفك؟ ملازمك حتى بالحياة؟ ايه اكيد. ليه؟ لانه انا على طول عندي خوف من المستقبل ومن كل شيء بالحياة. ليه؟ انه بجرب على طول قد ما في يكون يعني احمل مسؤولية وبخاف من شيء، بخاف ما يصير معي شيء وكون انا عم بطمح لشيء ويصير لحياتي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق
شهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. من للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون